ضغط كبير للحسن يا فحري. فحري يا فحري سيسي. واش الخوت، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم الخوت، اليوم غادي نمشيو غادي نتفرجوا في الماتش تاع الحسنيه والراسينغ البيضاوي. وقبل ما نمشيو اسمحوا لي بزاف حيت ما لحقتش لكم داك الفيديو ديال داك النهار. كيف ما قلت لكم غادي نلوح لكم هذا الفيديو ديال لانطريما. مشيت لعبنا واحد الماتش اخر، المهم لعبنا ماتش اخر خسرنا هكا. ما قدرتش نصور لكم حيت كنت لعبو مع الكاش بما ما فيا نيس الكاميرا، يمشي هنا ونحطها هنا فهمتوا. المهم الخوت اللي اول مره كيتفرج فيا، اشترك عندي في القناه وفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالي في الثانيه الاولى، وديروا لايك وصلوا الفيديو هذا ان شاء الله الاكبر عدد تاع لايك. المهم خليكم تنصلوا ديك البلاصه فين نتفرجوا، خليكم دابا تمشوا نتفرجوا انا قوم علي. المهم الخوت دابا يلا جينا للدار غادي ندخلوا كيف ما كتشوفوا. ندخل دابا للدار نسناوبر الاولى رجع ندخل غادي نطلع باش نتفرجوا في الماتش ديالي كيف باش كيكون مزيان. ندخل نتفرجوا في الماتش ديال الحسنية. يلا خليكم دابا فاك كيفما شفت الماتش تسالب التعادل، وكنتسناو دابا باش يبدا الشوط الثاني نصورو ليكم كيف الاولى نصورو ليكم واخا كنت معانكش مع التصوير في الاول. المهم نخليكم مع الفيديو، المهم ديرو لايك نتوما راه داكشي اللي غديرو راه باين ابونو في لاشين وديرو لايك وفعلوا الجرس. المهم نخليكم دابا مع الشوط الثاني، ودابا راه باقيين في التحليل هذوك بدا يحللو. المهم هادو راه باقيين في التحليل. المهم نخليكم دابا تيبدا الشوط الثاني ونصور لكم. خليكم دابا يلا خليكم مع الشوط الثاني. الحسنية يضيع ما لا يطير في هذه الجولة.
خسرت هدف في التعادل في هذه المباراة. اخر فرصة في المباراة طبعا
المهم الخوت وصلنا لفهاد هذا الفيديو هذا، نتمنى يعجبكم. المهم كيف ما شفتوا الحسنيه كانت رابحه في الشوط الاول بواحد الزيرو، ما شي الشوط الاول كامل كانت رابحه في ديك الدقيقه 14. هذا الشيء ديك الفرقه ديك نجم ما عرفت كاع سميتها البيضاوي ردت التعادل، والشوط الثاني كان واحد الشوط اللي قاصح بزاف، واخا كانت الحسنيه تصدمات في داك البدايه داك، واخا كنت تقاتلوا لاني في الاخر ما ربحوش. المهم مبروك لديك الفرقه اللي ربحاتو، و حتى مره اخرى ان شاء الله الحسنيه يقدر يقدر كاع تاع البطوله هذه، و ماشي مستحيل. المهم وصلنا لفان تاع الفيديو، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وديروا لايك، نوصلوا هذا الفيديو هذا ان شاء الله الاكبر هذا تاع لايك، واللي مازال ما تابونا عندي في لاشين يتابونا وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي في الثانية الأولى، وديروا لايك. المهم الانستغرام ديالي دي تلقاوه في الديسكريبسيون، أولا في الديسكريبسيون، وتالي فيديو جديد إن شاء الله، فلوق ولا تشالنج ولا برانك ولا رياكسيون ولا تجربة. المهم تالي فيديو جديد إن شاء الله، تهلاو وتهلاو.